بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي طلاب الصف الثالث ثانوي، أهلا وسهلا بكم. بيتجدد معنا اللقاء مع إحدى حلقات علم النفس والاجتماع. وصل بنا قطار علم النفس والاجتماع إلى نهاية الفصل الدراسي الأول، أو انتهينا لحد المراهقة، والنهاردة هنعمل مراجعة بسيطة وسريعة على الفصل أو الوحدة الثانية، وهي وحدة النمو. طبعا الوحدة الثانية كان فيها 3 موضوعات. كان الموضوع الأول بيتكلم عن النمو، تعريفه ومبادئه والعوامل المؤثرة فيه. خدنا تعريف النمو، عرفنا المبادئ الستة بالنسبة للنمو، كلمنا عن العوامل المؤثرة في النمو. دول ال3 نقاط اللي كانت في الفصل الأول. وسريعا كده، كنا لما جينا اتكلمنا على تعريف النمو كنا بنقول إن النمو سلسلة متصلة الحلقات من التطورات والتغيرات المرئية أحيانا وغير مرئية في بعض الأحيان، اللي بتحدث للفرد منذ لحظة الحمل حتى الوفاة. طبعا هي مرورا أو كان النمو عندنا في النواحي الجسمية والعقلية والاجتماعية والانفعالية والدينية واللغوية، في كافة جوانب النمو. رحنا على مبادئ النمو والارتقاء، وكان عندنا 6 مبادئ للنمو والارتقاء الإنساني. فلما اتكلمنا عن جوانب النمو قلنا عندنا يا جماعة إن النمو كان من مبادئ النمو، النمو تغير مستمر. قلنا توجد فروق فردية في معدلات النمو. قلنا إن في الفروق الفردية طبعا موجودة عندك أنت وموجودة ما بينك وبين الأصدقاء. اتكلمنا عن جوانب النمو المختلفة بترتبط ببعضها البعض، سرعة النمو بتختلف من مرحلة لأخرى، وقلنا النمو بيصير في اتجاهات طولية واتجاهات عرضية. اتكلمنا على العوامل المؤثرة في النمو، كانت 9 عوامل. اتكلمنا عن الوراثة والغدد والأسرة والغذاء. اتكلمنا عن رياض الأطفال والمدرسة والرفاق ووسائل الإعلام والإنترنت والكمبيوتر. ده كان في الموضوع الأول. لما رحنا في الموضوع الثاني، النمو في مرحلة الطفولة، فكان عندنا 3 أجزاء داخل مرحلة الطفولة. كلمنا عن النمو في مرحلة الرضاعة والطفولة المبكرة والمتأخرة. عرفنا الأول مراحل النمو اللي بنمر بيها. حضرتك فهمت إن في عندنا مرحلة اسمها المرحلة الجنينية ما قبل الميلاد، وهي البيئة الرحمية. كلمنا بعد كده عن مرحلة اسمها الميلاد أو المهد. اتكلمنا عن مرحلة الرضاعة اللي بتبقى من يوم لسنتين، طفولة مبكرة من سنتين لنهاية 6 سنوات، المتأخرة من 6 إلى 12. اتكلمنا عن المراهقة، بتبقى في العقد الثاني في حياتنا. العقد الثاني ده يا جماعة يعني من حوالي 11 سنة ل 20 سنة. كان بعد كده في الرشد والشباب، ثم الكهولة، ثم الشيخوخة. دي كانت مراحل النمو. العوامل المؤثرة على الجنين في البيئة الرحمية كنا بنتكلم في 7 عوامل. اتكلمنا عن الأمراض اللي بتصيب الأم الحامل وخصوصا في أول 3 شهور، ثم بعد كده اتكلمنا عن غذاء الأم وانفعالات الأم. اتكلمنا عن تعرض الأم للأشعة، وقلنا حالات اختلاف الدم. اتكلمنا كمان عن غير حالات اختلاف الدم، الانفعالات بتاعت الأم وتدخين الأم الحامل، وكذلك سوء استخدام الأم للأدوية. رحنا بعد كده اتكلمنا على النمو في مرحلة الرضاعة اللي هي من يوم لسنتين، المرحلة اللي بنقول عليها انطلاق القوى الكامنة. وعرفنا في المرحلة دي مظاهر النمو جسمي وعقلي وانفعالي واجتماعي معا ثم لغوي. المرحلة دي جسمي عقلي انفعالي اجتماعي، وبنزود عليها الجانب اللغوي. وعرفنا في هذه المرحلة برضو انه ما في هناك مجموعة من الصفات الإيجابية اللي بيكتسبها الطفل في هذه المرحلة، زي الثقة في أول سنة والاستقلالية في السنة الثانية وهكذا. كان عندنا النمو في الطفولة المبكرة، وبرضو اتكلمنا عن المرحلة دي ان هي فيها وعي باستقلالية، ولازم عزيزي الطالب تفرق ان المرحلة بتاعت الرضاعة كان فيها نمو الاستقلال والاعتماد النسبي على الذات، بداية عملية الاستقلال، لكن الوعي بالاستقلال وفهم ان في استقلالية شوية دي هتبقى في الطفولة المبكرة. النمو في الطفولة المبكرة كنا بنتكلم على جسمي وعقلي وانفعالي واجتماعي ولغوي. بس الفرق في
الجوانب دي عن الرضاعة، ان احنا قلنا اجتماعي وانفعالي في نقطة واحدة، ثم لغوي في نقطة، هنا حطينا الاجتماعي لوحدها والانفعالي لوحدها، لان الانفعالات في الطفولة المبكرة كبرت شوية، وكان في انفعال خوف وغضب وغيرة وهكذا. طبعا بيكتسب صفات إيجابية برضو، وده حسب الظروف النفسية والاجتماعية اللي بيمر بيها، ده هيكتسب استقلال ذاتي وقوة إرادة. رحنا بعد كده في آخر نقطة في هذا الفصل، النمو في الطفولة المتأخرة، وهو طفل المدرسة الابتدائية. الطفولة المبكرة هو طفل الروضة، رياض الأطفال، الحضانة، ما قبل المدرسة، كل دي المسميات بتاعته. لكن الطفولة المتأخرة هو طفل المدرسة الابتدائية، كان عنده نمو جسمي وعقلي واجتماعي وانفعالي، وهنا مفيش لغوي، بدلنا اللغوي بنمو حركي. بدلنا اللغوي بالنمو الحركي، لأن مش معقول هنتكلم عن لغة في طفل عنده 7 سنوات لحد 12 سنة. طبعا احنا مش محتاجين نتكلم عن اللغة، لأن هو خلاص اوريدي ضبط اللغة يمكن من عند 5 سنين أو ما عند 6 سنين. ثم رحنا في الفصل الأخير واتكلمنا عن المراهقة. وفي المراهقة كان عندنا يعني ايه أصلا مراهقة؟ اتفقنا إن هي مرحلة الطفل بيعديها عشان ينتقل من الطفولة لمرحلة الرشد، هي كوبري. وأنت جاي من الطفولة المتأخرة بتركب على كوبري المراهقة عشان تصل إلى الرشد والشباب. كان عندنا مطالب وتحديات أساسية في المراهقة، زي تحقيق علاقة ناضجة مع الرفاق وتحقيق هوية الجنس، كذلك اتخاذ قرارات بالنسبة لما يتعلق بالمستقبل المهني، وأخيرا تنمية القيم والمعايير الخلقية. فمظاهر النمو كان عندي نمو جسمي، كان عندي نمو عقلي، ثم النمو الانفعالي والنمو الاجتماعي، وأخيرا النمو الخلقي والاهتمامات الدينية. تعالوا مع بعض نستعرض مجموعة من الأسئلة بالنسبة للوحدة الثانية. سؤال بيقول: تنساق بعض الأمهات وراء مصطلح جديد للتربية، وهو التربية الإيجابية، وهذا يعني أن يترك للطفل حرية الاختيار والتصرف، فعند محاولة الرضيع أن يمسك الأشياء بيديه لا يحاول الآباء منعهم من ذلك حتى تنمو قدرتهم على التصرف والاعتماد على النفس. يطبق ما سبق إحدى الصفات الإيجابية التي يكتسبها الطفل في مرحلة الرضاعة، وهي الاستقلالية، التفاؤل بالمستقبل، الأنانية، الأخذ والعطاء. طبعا مصطلح التربية الإيجابية، سيب طفلك عنده حرية اختيار وتصرف، لو حاول يمسك حاجة بإيديه ما تمنعهوش عشان يقدر يتصرف ويعتمد على نفسه. يقدر يتصرف ويعتمد على نفسه، بالتأكيد هنروح مباشرة إلى كلمة الاستقلالية. وتعالى أقول لك عزيزي الطالب إن حضرتك لازم تحط بعض الخطوط تحت بعض الكلمات عشان تقدر تجاوب على السؤال. فمثلا وانت بتجاوب على السؤال، انت مكتوب عندنا حرية الاختيار والتصرف، وادي خط، وبعدين لا يحاول الآباء منعهم. طب ليه؟ حتى تنمو قدرتهم على التصرف، ادي تصرف، الاعتماد على النفس. في بعض الطلبة بتروح بطريقة مختلفة، وهي تعالوا نقول ان احنا هنحاول نشيل او نستبعد. فطبعا بما ان في مرحلة الرضاعة النقطة رقم 4 الاخذ والعطاء لا مش موجودة هنا، لان هو دايما بينظر الى الكبار على انهم معطائين، يعني بالعكس انا هاخد منكم. الانانية مش موجودة عندنا، على الرغم ان هو دايما بيبحث عن الاشياء لنفسه، لكن واضح قوي ان احنا بنتكلم على الاستقلالية، لان جت من كلمة الاختيار والتصرف، من كلمة التصرف والاعتماد على النفس. السؤال الثاني: أثبتت بعض دراسات علم النفس النمو أن مرحلة المناغاة عند الرضيع تبدأ بعد مرحلة التسويق، وتبدأ مع الشهر الرابع تقريبا، حيث يصدر الطفل أصواتا عشوائية، بعض الكلمات أو الحروف اللي بتطلع منه، وكأنه يثرثر يناغي، وذلك بإصدار مقاطع لا ترابط بينها ولا تكرر. طبعا بعد ما بدأ يصوت في أول تاني شهر وتالت شهر، لما دخلنا في الشهر الرابع بدأ تطلع منه بعض الحروف الصغيرة اللي ملهاش علاقة ببعضها البعض.
يدلل ما سبق على أحد مظاهر النمو خلال مرحلة الرضاعة، وهو النمو اللغوي ولا الجسمي ولا الحركي ولا العقلي. طبعا لو رحت على مرحلة الرضاعة هدور فيها هلاقي إن إحنا عندنا فيها نمو جسمي وعقلي ولغوي، لكن ما فيهاش كلمة حركي. فيبقى أنا كده مع 3 أجزاء. رقم 2، هو قال لي مرحلة التصويت، وبعد كده يبدأ يصدر أصوات. طالما يصدر أصوات ملهاش أي علاقة إلا برقم 1، وهو النمو اللغوي. وهنا بتبدأ اللغة تتحرك تدريجيا عند الرضيع. أكد بعض المتخصصين في علم النفس على أن النمو في هذه المرحلة يكون عمود الارتكاز لحياة الطفل فيما بعد. تدلل العبارة السابقة على أحد مراحل النمو، وهي مرحلة الرضاعة، المراهقة، الطفولة المبكرة، الطفولة المتأخرة. لما يسألني إن النمو في المرحلة دي بيسموه عمود الارتكاز لحياة الطفل، وبعدين هو أكد على أنها حياة الطفل فيما بعد، يبقى كده مباشرة بما إني بيقول لي الطفل وفيما بعد، أنا هستبعد المراهقة لو أنا حبيت أقوم بعملية الاستبعاد. كمان إن النمو هو عمود الارتكاز وأساس الارتكاز في اللي جاي، يبقى إحنا بنتكلم في مرحلة مبكرة. هذه المرحلة هي أساس النمو في اللي جاي. أساس النمو في اللي جاي أنت بتتكلم على مرحلة اسمها مرحلة بالظبط كده الرضاعة. يبقى دي المرحلة اللي كنا بنتكلم عليها أو كنا بنتكلم فيها، هي مرحلة الرضاعة. طيب، يرى بياجي أن الطفل الذي يقوم بحل المشكلات مثل مشكلة ثبات الكميات مع تغير الأشكال، ويصنف الأشياء باستخدام اليدين مثل اللون والشكل، ولديه حب الاستطلاع لما هو مجهول، مما يميز نموه العقلي عن غيره في مرحلة المدرسة. يجسد رأي بياجي السابق إحدى مراحل النمو العقلي عند الطفل، وهي مرحلة الإدراك الحسي الحركي، التمركز حول الذات، التفكير الواقعي المادي، التفكير المنطقي المجرد. طبعا بعد قراءتنا لهذا الرأي ورأي جان بياجي، أولا هو بيقول للطفل لا يقوم بحل المشكلات. كويس، يبقى احنا بنتكلم في نمو عقلي مش نمو سطحي. ولذلك لما حضرتك تشوف الإجابات اللي موجودة عندنا أو مشتتات الإجابة، النقاط الأربع دول، لازم تحولهم من مشتتات أربع إلى مراحل. يعني إيه؟ يعني أقول إن الإدراك الحسي الحركي أنا شفته فين؟ فهتلاقي حضرتك شفته في النمو العقلي اللي كان موجود في مرحلة الرضاعة، لأن الرضيع في هذه المرحلة بيكون الإدراك بتاعه حسي حركي. بعد رقم 1 دي الرضاعة. تمركز حول الذات كانت في الطفولة المبكرة. ثم عندنا التفكير الواقعي المادي. التفكير الواقعي المادي ده موجود في مرحلة المراهقة، مظبوط كده. أما التفكير المنطقي المجرد فده كان في الطفولة المتأخرة، أو القدرة على التفكير المنطقي في الأمور الحسية، ده زي ما كان جان بياجي بيقول، ودي كانت المرحلة الثالثة في طفل المدرسة الابتدائية أو الطفولة المتأخرة. فأنا بكل بساطة لما هاجي أقرأ ألاقيه إن هو بيتكلم بيقول لي بيصنف الأشياء باستخدام اليدين مثل اللون والشكل، لديه حب الاستطلاع لما هو مجهول، مما يميز نموه العقلي عن غيره في مرحلة المدرسة. ده كمان زود وقال لي في مرحلة المدرسة، يعني تشكر إن أنت قلت لي كده. فقال لي في مرحلة المدرسة، يبقى أنا مباشرة هدور على هي مرحلة المدرسة أنهي مرحلة؟ إدراك حسي حركي؟ لا لا، ده رضاعة، تمركز حول الذات، لا ده الطفولة المبكرة، ده بتاع الكيجي. التفكير الواقعي المادي، لا ده عدينا، ده حد كبر في المراهقة. والتفكير المنطقي المجرد وفقا لكلام جان بياجيه هي دي مرحلة العمليات العيانية الحسية، أو القدرة على التفكير المنطقي في الأمور الحسية.
توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بأن تستهلك جميع النساء القادرات على الحمل 400 ملي جرام من حمض الفوليك الذي يوجد في حبوب المكسرات يوميا، لمنع مجموعات عيوب الأنبوب العصبي اللي اسمه NDTS. تفسر هذه الدراسات أحد العوامل المؤثرة على الجنين، وهو أمراض الأم، تدخين الأم، انفعالات الأم أو غذاء الأم. طبعا لما هنقرأ الموضوع هنلاقي الموضوع بسيط وسهل. تستهلك جميع النساء القادرات على الحمل 400 ملي جرام من حمض الفوليك اللي موجود في المكسرات. يبقى هل احنا بنتكلم هنا عن أمراض تدخين، انفعالات، غذاء؟ بالفعل احنا بنتكلم على غذاء الأم. في بعض الأحيان بيحط لي بعض المشتتات فيقول لي مثلا، يتكلم عن العلاج اللي بتتناوله الأم، أو تعال نقول إن الأم في بعض الأحيان بتبقى عندها سوء استعمال الأدوية، لكن هنا ممكن يقول لي استعمال الأدوية بالنسبة للأم، وطبعا هو بيتكلمني عن المكسرات وفي الحبوب اللي ممكن تتناول يوميا، لكنه هو بيحاول يبعد نقاط متشابهة عن بعضها البعض. يقول محمد زيدان: يسعى المراهق إلى التخلص من رباط التعلق الطفلي بوالديه، ويرغب في التحرر منها عاطفيا وتكوين شخصيته المستقلة، ولابد أن تتم عملية الفطام النفسي من جانب الأبوين حتى يوطد صداقته في الخارج ويحقق رجولته. نستنتج من المقولة علاج أحد العوامل التي تزيد من الانفعالات لدى المراهق، وهو توازن مرتبط بجوانب النمو، الدوافع الجنسية والموانع الخارجية، فشله في تحقيق ذاته، ممثلة الكبار في تصرفاته. هو طالب مني إيه هنا في السؤال؟ هو هنا بيقول لي المراهق عاوز يتخلص، إحنا في مرحلة المراهقة، تمام، أنا عاوز أتخلص من رباط التعلق الطفلي بوالديه. طب حضرتك عاوز إيه؟ عاوز أتحرر عاطفيا، تكوين شخصية مستقلة، وبالتالي هيبقى فيه عمل فطام جانب الأبوين إنهم أوكي أوريدي كبر خلاص، وبالتالي عاوز يحقق رجولته ويقوي علاقاته بالآخرين، وبالتالي لازم يبتعد قليلا عن الوالدين، يكون عنده شخصية مستقلة. إحنا بقى بنتكلم في أنهي نقطة اللي عاملة له قلق وبتزيد من عصبيته وانفعاله؟ هل ده توازن مرتبط بجوانب النمو؟ يعني مثلا كان عنده النمو الجسمي اسرع من العقل الانفعالي اسرع من الاجتماعي، ولا الدوافع الجنسيه والموانع الخارجيه اللي بتمنعه زي القيم وعادات وتقاليد، ولا فشله في تحقيق ذاته لما حب يقلد زمايله، او عاوز ينجح فمش عارف، او عاوز يكون حاجه في المجتمع فمش عارف، ولا ممثله الكبار في تصرفاتهم، عاوز يتعامل كشخص كبير وهم بيحاولوا يعملوه كشخص صغير. ادي تفسير الاربع نقاط اللي موجوده قصادنا، وبالتالي الموضوع بيأسهل بكتير جدا. وخلي بالنا من حته الفطام النفسي من جانب الابوين، خلاص بقى اعترفوا ان هم كبروا، خلاص بقى مش كل شويه تقول لهم انتوا عيال صغيرين، هو عاوز بقى يعيش حياته، فبدل ما هو منغلق عليه في البيت يبقى له صداقات في الخارج، يحقق رجولته. كبرت انا شويه، اعرفوا يا جماعه ان اضاف الينا شخص جديد في العيله كبير، هو اوريدي موجود بس احنا مستمرين على الاعتراف بانه صغير، لا هو خلاص كبر واصبح دلوقتي شخص كبير، يبقى المقصود بيها ممثلة الكبار في تصرفاته. سؤال بيقول، يقول احد العلماء: يسفر المراهق خلال تطوره عن مظاهر مختلفة للتألف تبدو في ثقته بنفسه وتأكيده لذاته وفي خضوعه لجماعة النظائر وعمق بصيرته واتساع ميدان تفاعله وإدراك حقوقه وواجباته. نستخلص من المقولة السابقة، أحد مظاهر النمو خلال مرحلة المراهقة وهو النمو الانفعالي الاجتماعي العقلي الخلقي. طيب نرجع ببساطة نشوف السؤال، التطور بتاعه بيكون عنده مظاهر مختلفة للتألف، فين المظاهر المختلفة؟ أولا ثقته بنفسه، نقطة، تأكيده لذاته،
وانت بتقرأ كده ممكن مباشرة تستبعد. فعنده ثقة في نفسه وتأكيده لذاته، ويخضع لجماعة النظائر. ومين جماعة النظائر يا جماعة؟ جماعة الرفاق، يعني انفعالي مش موجود عندنا. عنده عمق في البصيرة واتساع ميدان التفاعل، تفاعلات، يبقى أكيد ده مش عقلي. وإدراك حقوقه وواجباته، وكمان عارف حقوقه وواجباته وبيخضع لجماعة الرفاق، وعنده بصيرة يقدر يبص كويس، يقدر يتعامل ويتفاعل جيدا. يبقى انتوا بتتكلموا على النمو في الجانب الاجتماعي، لان احنا قلنا اجتماعيا بالنسبة للمراهق ان المرحلة دي بيزداد عندنا الجانب الاجتماعي، بيتسع المجال الاجتماعي، وبدل ما كنا قافلين على الأسرة والأقارب طلعنا بره إلى العالم الخارجي، اتأثرنا أكتر بالأقران، وكمان تأثير الأقران عندي أو زمائلي أو جماعة النظائر زي ما السؤال بيقول ليه تأثير أكبر من الأسرة. المرحلة ديت بيبدأ صاحبنا متأثر كويس جدا بزمايله اللي موجودين، ملم بالأدوار الاجتماعية، خبراته بتزيد، يتواصل مع الآخرين. كل ده بيحصل في هذه الجزئية أو في النمو الاجتماعي. مرضت الأم فتولت ابنتها ذات السن السنة 16 عاما مهام تنظيف المنزل وغسل الملابس وإعداد الطعام، وحاولت أن تثبت لأخواتها أنها قادرة على القيام بالمهام المنزلية حتى تماثل أمها للشفاء. يمثل ما سبق أحد المطالب الأساسية أو التحديات بالنسبة لمرحلة المراهقة. هل هي اتخاذ قرارات للمستقبل المهني؟ هل هي تحقيق هوية الجنس؟ تحقيق علاقة ناضجة مع الرفاق؟ تنمية القيم والمعايير الخلقية؟ الأم تعبت، بنتها اللي عندها 16 سنة بدأت تقوم بمهام تنظيف الملابس، المنزل، غسل الملابس، إعداد الطعام. عاوزة تقول لإخواتها أنا مش صغيرة، أنا كبيرة، أنا أقدر أقوم بدور الأم، لغاية ما الأم ترجع بألف سلامة من التعب بتاعها. ده يمثل أنهي جزء من الأجزاء اللي بنتكلم عليها؟ هل هي كده بتتكلم على اتخاذ قرارات تتعلق بمستقبلها المهني؟ ولا هي بتتكلم عن تحقيق هوية الجنس؟ ولا بنتكلم على تحقيق علاقة ناضجة مع الرفاق؟ ولا بنتكلم على تنمية القيم والمعايير الخلقية؟ طبعا احنا لما بنشوف الجزئية ديت بنقول ان من بعض النقاط اللي موجودة عندنا في المطالب الأساسية بالنسبة للمراهقة هي بالتأكيد لو جبنا الإجابات من الآخر للأول مثلا فمستحيل نكون بنتكلم عن تنمية قيم ومعايير خلقية. لا، هي ملهاش دعوة بتنمية القيم والمعايير الخلقية. أمال هتكون إيه مثلا؟ تحقيق هوية الجنس؟ ولا علاقة ناضجة مع الرفاق؟ ولا بنتكلم عن تنمية قيم ومعايير خلقية؟ لو بصينا على النقطة هنلاقي إن الطفل في هذا الوقت دايما بيدور على اتخاذ قرارات للمستقبل المهني. هنا الطفلة دي اللي كانت بتدور على ان هي تقوم بالدور بتاع الام، فكانت بتتكلم على ازاي هي تقدر تقوم ببعض المهام اللي موجودة عندها مستقبليا. ام حامل ثارت على طفلها المقيد بالمرحلة الابتدائية نتيجة رسوبه في الامتحان وشكوى المعلمين الدائم منه، مما جعلها تشعر بالحزن والغضب الشديد. وبعد مرور بضع ساعات بدأت تشعر بالتعب، فأخبرها الطبيب المعالج أن ذلك بسبب الموقف الذي مرت به مع طفلها. يبرهن ما سبق على أحد العوامل التي تؤثر على الجنين في البيئة الرحمية قبل الولادة، وهو غذاء الأم، أمراض الأم، حالة الانفعالية، حالات اختلاف الدم. واضح قوي ان كلمة ثارت على طفلها يعني ايوه بالفعل انفعلت. هي شعرت بالحزن
بالغضب، بعد بضع ساعات تعبت راحت للطبيب المعالج قال لها ايه اللي حصل لك بسبب موقفك مع ابنك. موقفها مع ابنها كان ايه؟ كان انفعالات اثر عليها، ودي احد العوامل اللي تؤثر على الجنين في البيئة الرحمية. يرى احد علماء النفس ان التفاعلات المنسجمة والقائمة داخل النواة الاولى للمجتمع على اساس راسخ من التفاهم والتعاون، فان ذلك يشكل لدى الطفل مفهوم الذات الايجابيه. يرى احد علماء النفس ان التفاعلات المنسجمه والقائمه داخل النواه الاولى للمجتمع على اساس راسخ من التفاهم والتعاون، ده يشكل لدى الطفل مفهوم الذات الايجابيه. يصف ما سبق أحد العوامل المؤثرة في النمو، وهو الأسرة، المدرسة، جماعة الرفاق، ولا رياض الأطفال. طبعا اللي هيشكل مفهوم الذات الإيجابية وإن بيكلمني عن التفاعلات المنسجمة والقائمة داخل النواة الأولى للمجتمع، مين النواة الأولى للمجتمع؟ أنهي جزء هو النواة الأولى للمجتمع اللي فيه تفاهم وتعاون؟ بالتأكيد بنتكلم عن الأسرة، لأن الأسرة هي النواة الأولى بالنسبة للمجتمع. الأسرة هي النواة الأولى اللي هتحرك بعد كده الطفل إن هو بقى ينتقل إلى رياض الأطفال أو المدرسة أو جماعة الرفاق. وبالتالي طالما اتكلمنا على النواة الأولى يبقى بنتكلم على الأسرة. سؤال بيقول بعض أنواع الأسماك الزيتية قد تحتوي على مواد كيميائية ملوثة تتراكم في الجسم مع مرور الوقت وتكون ضارة، فيجب تجنبها أثناء فترة الحمل، لذا ينصح بألا تزيد عن مرتين أسبوعيا. يعكس ما سبق أحد العوامل التي تؤثر على الجنين في البيئة الرحمية، وهو تعرض الأم للأشعة، حالة الانفعالية، حالات اختلاف الدم، غذاء الأم. طب الأسماك الزيتية وقال لي تحتوي على مواد كيميائية ملوثة تتراكم في الجسم مع مرور الوقت وتكون ضارة، فيجب تجنبها أثناء فترة الحمل. وهنا بيقول لي ينصح بألا تزيد عن مرتين أسبوعيا، يقصد بالتأكيد تناول الأسماك، يعني الغذاء اللي موجود في الأسماك الزيتية. يبقى احنا كده بنتكلم عن غذاء الام الحامل. طب غذاء الام ده هيؤثر على البيئه الرحميه وعلى الجنين؟ بالتاكيد هيؤثر على الجنين، ولذلك هو قال لي ينصح بألا تزيد عن مرتين اسبوعيا. معانا كمان سؤال بيقول المؤسسه التربويه الخارجيه التي تشكل ملامح شخصيه الفرد المستقبليه من خلال مناهج اجتماعيه، حيث أنها تبعده عن الانطوائية والفردانية وتحقق له الاستقلالية من صحبة الأقران ورفقة الكبار. نستخلص مما سبق أهمية أحد العوامل المؤثرة في النمو، وهو احنا بنتكلم عن رياض الأطفال، ولا بنتكلم عن النقطة لها علاقة بالإنترنت، ولا المدرسة، ولا وسائل الإعلام. طيب السؤال بيقول لي المؤسسة التربوية الخارجية، وهو ببساطة ما جابليش خالص الأسرة عشان استبعدها، دي تربوية خارجية. تشكل ملامح شخصية الفرد المستقبلية إزاي؟ من خلال مناهج اجتماعية، حيث أنها تبعده عن الانطوائية والفردانية وتحقق له الاستقلالية من صحبة الأقران ورفقة الكبار. احنا بنتكلم عن انهي عامل من العوامل المؤثرة في عملية النمو. اكيد احنا هنستبعد الانترنت والمناهج الاجتماعية اللي هتبعدني عن الانطوائية والفردانية وتحقق لي الاستقلالية. طبعا مش هروح على وسائل الاعلام، اصبح عند رياض الاطفال والمدرسة. ايهما هيبعدني عن الانطوائية والفردانية؟ طبعا المدرسة اللي تحقق لي الاستقلالية من صحبة الأقران ورفقة الكبار. عزيزي الطالب، دي كانت بعض الأسئلة البسيطة بالنسبة للوحدة الثانية.
على لقاء، على وعد بلقاء آخر إن شاء الله عن قريب بإذن الله، لمراجعة على المنهج من الوحدة الأولى والوحدة الثانية. شكرا ليكم، كان معكم رضا عبد الرحيم عباس خبير المواد الفلسفية، شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.